السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا قول الله أكبر في المنام. عند سماعك لهذا اللفظ في منامك تعد الرؤيا إشارة لك على التوبة النصوحة، وسماعك لها يدل على رغبتك الشديدة في هذه التوبة، فعليك عدم الإبطاء وكن سريع الخطى إلى الله حتى يتقبلك في من عنده. قد تدل الرؤية أيضا على حالة من الصراع النفسي للرائي وعدم رضا عن أحواله، فقد تراكمت عليه الذنوب والمعاصي. أما سماعها للفتاة العزباء فتشير بقرب سماعها أخبار تدخل السرور إلى نفسها، فقد تشير بفك الكرب والهموم التي يعاني منها الرائي في حياته. فرؤية الشخص أنه يشاهد نفسه يقول الله أكبر فإن حاله سيصبح أحسن من الحال الذي يعيش في وقت الحاضر، أو العودة إلى الله تعالى والكف عن فعل المعاصي والذنوب، أو انتصاره على المتربصين به بفضل قربه من الله عز وجل. تفسير رؤيا قول الله أكبر في منام العزباء. إذا شاهدت البنت التي لم تتزوج خلال منامها أنها تتلفظ بقول الله أكبر، فأنها سوف تتخلص من الهم الذي تعاني منه، وأن كربها سوف ينتهي. إذا كان الحلم مصحوبا بالتسبيح من الفتاة، فهذا يعني زواجا قريبا من شاب صالح. الفتاة التي تقوم بالتكبير في المنام ستحصل على رزق وفير، ولو كان الحلم بصيغة تكبيرات العيد فهذا يشير إلى الفرج بعد العسر. يعد ذكر الله عموما شيئا مطمئن، ولكن قد يتم تفسيره طبقا لحالة الفتاة وبحسب الظروف التي تعيشها في الحاضر. ففي حال تعرضها للظلم ورؤيتها أنها تتلفظ بها في المنام، فأنها بشرى لتخلصها من ظلم الآخرين، وأنها أصبحت في رحمة الله مما أدى لرفع الأذى عنها. سماع الله أكبر في المنام للعزباء بشكل عام يعبر عن النجاح وتحولها في المرحلة التعليمية التالية أو ترقية للدرجة التي تلي درجاتها. تفسير رؤيا قول الله أكبر في منام المتزوجة. تلك الرؤيا تعني إزالة الهم وحل المشاكل التي تواجهها في الوقت الحالي. وإذا رددتها الزوجة وشهدت أنها تقولها وقت العيد، فهذا رمز للسرور والفرحة التي ستكون فيها. قول الله أكبر للمتزوجة يعني الوصول إلى الهدف والأمنيات التي تتمناها، كما أن التكبير في المنام هو إشارة إلى صلاح أخلاق هذه الفتاة. إذا دعت ربها يتزوج أبنائها إن كانت هذه هي الأمنية التي تحلم بها السيدة، فسيتم تحقيقها في أقرب وقت، شفاء زوجها ولو كان مريضا في الواقع، وسيصبح الزوج في أفضل حال. تفسير كلمة الله مكتوبة في المنام. من الرؤى المحمودة وتحمل الخير لمن رآها، وقد تتم تفسيرها على حسب علماء وتفسير الأحلام بأنها تؤول بصلاح حال صاحبها، وقد يختلف معناها للمتزوج عن الأعزب. بالنسبة للأعزب هي معيشة هانئة في زواجه وتيسير حاله في الزواج، وبالنسبة للأنثى فإن رؤيتها تعني أن حالها صالحاً أو تحقيق النجاح في الدراسة والتوفيق في أمور حياتها أو اقتراب زواجها من إنسان يتقي الله فيها. أما بالنسبة للمتزوجة فهي دلالة على هدايتها وصلاح زوجها وأبنائها. تفسير حلم كلمة الله أكبر في المنام. تفسير هذا الحلم هو البركة وصلاح حال رائيها، ويختلف هذا التفسير على حسب حالة صاحبها، بمعنى أن الأعزب سوف يتزوج ويعيش حياة راغدة، والمتزوج ستتيسر أمور حياته بسهولة ويسر خاصة لو كان يعاني من مشاكل، والأنثى إشارة بصلاح أحوالها أو توفيقها في العمل. المتزوجة فزوجها وأولادها سيسيرون في طريق الهداية وأنها موفقة في حياتها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.